تولوا قيادة علي معلول في المنتخب كلهم اقتنعوا بقيادة علي معلول اقتناع كبير جدا، كان هو عندهم يعني لاعب رقم واحد ولاعب مهم. ايه حكاية ألان جريس كأس الأمم السابقة؟ ممكن وجهة نظر، أنا ما الله يسامحه الله يسامحه، أنا ما نحبش نتكلم على مدرب يعني حتى لو هو يعني ضرني ولا عمل لي حاجة ما هيش بمصلحتي، نقول الله يسامحه يعني عنده وجهة نظر نحترموها الناس الكل وكهو. وده كلام محترم. أكيد أنت زعلت في الفترة دي، لكن شفت مساندة جمهور النادي الأهلي إزاي وقتها؟ لا أنا أول مرة يعني افتكرت، والله افتكرت إني أنا مصري مش تونسي في اللحظة دي. يعني قلت أنت مصري. المساندة اللي لقيتها من جماهير النادي الأهلي حسيت إني أنا واحد منهم. يعني الناس كل وقفت معايا، الناس كل كلمتني، الناس حتى على الفيسبوك على الانستغرام، يعني حسيت اللي انا ننتمي للجماهير النادي الاهلي، فحبيت نشكرهم على الفتره السعيده هذيك وعلى وقوفهم والمسانده الكبيره اللي لقيتها منهم. كيف ما ننكرش انه زاد في الشارع التونسي لقيت مسانده كبيره، لكن فما مسانده من مسانده، يعني مسانده من لا فما ناس ما ساندتش في تونس، ممكن فما حاجات كيف ديما نقول الله يسامح، لكن انا تونسي وشرف اللي انا نكون تونسي. يعني وانت بتتكلم عن المسانده وجماهير النادي الاهلي كان لها دور كبير في الوقت ده وساندت علي معلول، ايضا برضو الصحافه التونسيه استغربت وكانت يعني ازاي علي معلول احد الاوراق الرابحه يعني يستبعد من قائمة المنتخب، وكمان ده اللي ظهر لما أول ما البطولة ابتدت المباريات ابتدت بان إن علي معلول كان لازم يكون موجود في الفترة دي في المنتخب وموجود في القائمة الرئيسية وموجود كمان في التشكيلة الرئيسية، والصحافة التونسية سندتك وقتها مساندة كبيرة خلال الفترة دي. لا كما قلت لك يعني لقيت مساندة من الصحافة التونسية من الناس اللي موجودة في المجال الرياضي. يعني الناس صراحة برشا من الصحفيين كانوا اتصلوا بيا حبوا يعرفوا الموضوع، الناس كل كانت الصراحة واقفة معايا، حبيت نشكرهم الصحافة التونسية اللي قاعدة تخدم في خدمة بيا. نحاولوا زادة أنا نحب نوجه لهم كلمة إنه لازم نعاونوا الكرة التونسية متاعنا، نقفوا مع المنتخب متاعنا، نقفوا مع جمعياتنا باش نجموا نقدموا بالكرة العربية ونقدموا بالمنتخب ونحققوا به الأهداف متاعنا الكل. طيب تعال نشوف مع بعض تقرير من الصحفيين.